أفلاحت منها نويبة الفل وهي سمير العطيرة دي، وهي واحدة من أجمل المدن السياحية وهي التونسية. يقصدها مصطفى ليتمتع بسحر شواطئها. تقع على البحر الأبيض المتوسط من الشرق الجمهورية التونسية. يبلغ عدد سكانها أكثر أحداثا. كيف هي؟ متسلسلة ومتتابعة. هل هذا رسم سرديون؟ هل فيه وضع بداية وسياق تحول ونهاية؟ لا. إذا عائشة، نعم، نص وصفي. نص وصفي شبابيكم صغيرة. ماذا أيضا؟ يوسف. يدخل إلى الداخل من جهة ثلاثة. أميمة. يقع على الجهة اليسرى. إذا قدم لنا الكاتب.